إخوتي وأخواتي الكرام، عدنا لكم من جديد، معكم عبود. أما اليوم يا أخوان راح أتكلم لكم عن المجزرة اللي ارتكبتها قوات الاحتلال في مواصل خان يونس. اليوم قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد، تمام، وعدد كبير من الإصابات، أكثر من 200 تقريبا، تمام. هذه المجزرة خلفت دمار كبير في الخيم، تمام، هذه المنطقة اللي قالوا عنها منطقة آمنة، وأنه خلوا الناس تنزح عليها من رفح ومن الدير ومن كل المناطق، تمام. بتدعي قوات الاحتلال انه استهدفت شخصيات مطلوبة كانت في المكان، ولكن المقاومة رجعت ونفت، لانه هذه المنطقة هذه المرة السادسة اللي قالت فيها قوات الاحتلال انه استهدفت نفس الشخص، تمام، وبرضه نفوا. فقوات الاحتلال دائما بترتكب المجازر، هذه المجزرة مش الاولى ولا حتكون الاخيرة، طول ما هم العرب نايمين وحكامهم مطبعين والعرب قاعدين بترقصوا على التيك توك وعلى الانستغرام، تمام. يا عم إلنا 290 يوم وإحنا بنعاني وإحنا بنموت، بس هات ناس تفهم إيش قاعد بصير فينا. موتنا من الحصار، من الجوع، من العطش، قاعدين بنعاني بكل شيء، بس فيش حد قادر يفهم إحنا إيش قاعدين بنعمل. إحنا بنموت بجميع أنواع الموت، موتنا جوع، موتنا حصار، موتنا قتل، موتنا تدمير، موتنا تحت الأنقاض، موتنا بجميع أنواع الموت. سلام.